تحياتنا شباب، هذا خام صار اسبوعين تقريبا بالقفص. خام ما يلع طيفيه، حلو طير خشن بنصبه حلوه، ليها سذب تقريبا 3 لسن، بس اليوم ما شاء الله شويه استقر بمكانه قام يغرق بالي. اسمع، سعره 50 ألف بدون قفص. هسه شوية هاي استقر تقريبا ربع ساعة بمكانه، بدأ يقرأ. بلكي تذب باقي لساناته حتى تسمعوهن، وراح أصور لكم إياه عن قرب بالقفص حتى تشوفون شكل الطير زين وتسمعون لسانه بالتفصيل. طير مثل ما جاي يشوفون جاي يقرأ بدون ما يسمع، بدون تحريك يعني. طير خام تقريبا يعني اسبوعين اكثر شوية. تحياتي لكم.